بسم الله الرحمن الرحيم. عام مر على إطلاق مدرستي، عام حافل بأحداث إقليمية وعالمية، هدم وبناء، فرح وبكاء، تقشف ورخاء. تنعم كثيراً هذه الحياة وأحياناً تأخذ، وعادة ما تكون الثقة أولى ضحايا الأزمات على اختلاف أشكالها وعقباتها، والأردن لا يعيش بمعزل عما يجري من حوله. في هذه الظروف ما لا شك فيه هو أن العلم أثمن سلعة في السوق. إن اقتصدنا في ري هذه الأرض الخصبة لن نجني سوى محاصيل ضعيفة هزيلة، وكيف للجذع الهزيل أن يحمل نفسه ناهيك عن تحمل عبء مسؤولياته؟ خلال العام الماضي بدأت مجموعة من الأطراف دائرة ثقة، وعياً منهم بأن الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل مزدهر في عالم عاصف ومتقلب المناخ هي أن يكشفوا عن سواعدهم ويغرسوا ويروا ويقلموا أشتال الأردن بأنفسهم. الثقة بدأت من مجموعة من المستثمرين بمالهم ووقتهم وجهدهم لتحسين البيئة التعليمية، إيماناً منهم بأننا إن أردنا غداً متيناً فلنمكن أساساته. نشكر كل من وضع يده بيد مدرستي ووسع دائرة الثقة. بدأنا الآن المرحلة الثانية من هذا المشروع. نشكر السيد حسن كبة بصفته الشخصية، ونشكر أنظمة سيسكو، ونشكر بنك كابيتال. وضعوا ثقتهم بأهمية التعليم، وضعوا ثقتهم بمدرستي وبطلاب المائة المدرسة التي أصلحت حتى الآن. وضعوا ثقتهم بأن هؤلاء الطلاب سوف ينتجون غداً أقوى ينعكس إيجابياً على كل الأردن. هؤلاء التلاميذ يعرفون اليوم معنى الثقة، يعون أنها ليست هدية بل إعارة، أمانة سيأتي يوم ويضعونها بين أيدي وعلى أكتاف غيرهم، لأن عبء المسؤولية ليس خياراً. مئات المواطنين الفاعلين المسؤولين عن مستقبلهم ومستقبل الأردن هبوا لإصلاح مائة مدرسة كانت بقعاً معتمة لا تنير ولا تنار كباقي بيوت العلم. هؤلاء المواطنون دخلوا دائرة الثقة، الدائرة التي أرادت أن لا يكبر هؤلاء الأطفال ظناً أننا رأينا حال مدارسهم ولم نصلحها. دائرة الثقة أرادت لأطفالنا أن يعوا أننا نريد الأفضل لهم ليريدوا الأفضل لبلدنا. الآن لن يسمح لهم مجتمعهم الصغير أو الكبير بالتخاذل عن واجباتهم. لا عذر لديهم لئلا يكونوا قوة فاعلة في المجتمع أسوة بكم. شكراً لكل من وثق بهذا المشروع، لكل من آمن بأن تعليم كل أردني هو رفعة لكل الأردن. فلم تعد مسؤولية المدارس الحكومية تقتصر على مدرائها ومعلميها وطلابها وأهاليهم، كما لم يكتف القطاع الخاص بالاستثمار، بل حرصت بعض الشركات الخاصة على تواجد مندوبيها في المدارس بين الحين والآخر. نأمل أن تلقى عجلون وجرش والبلقاء ومادبة الاهتمام الذي لاقته مدارس العاصمة والزرقاء. نعول على حسكم بالمسؤولية، نعول على ثقتكم بأن التعليم أولوية، نعول على العلم أن يرفع من شأننا أكثر فأكثر، نعول على دائرة لا متخلين عن الثقة فيها. بارك الله وقتكم وجهدكم وتعبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.